في سورة الممتحنة ربنا قال قد كانت لكم أسوة حسنة في منو؟ في إبراهيم والذين معه. ما لهم قالوا شنو؟ إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون. دي الكلمة الثقيلة اللي ما قادرين يقولوها الليلة اللي بيشرح لك فيها مزمل الجبيل بتاع أنصار السنة. امشوا قاعدين مع الكباشي وتغدوا مع الصايم ديما وتعشوا مع منو كويس؟ ما قادرين يقولوا دي لأنه أنت ما بتبقى موحد نظيف إلا تقول دي. لذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب جاب مسألة عظيمة قال واعلم أن الإنسان لا يستقيم له إيمان ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بذلك. الكلام ده فيه نقاش. أنا داير زول من الجماعة ديل بدل يمشي الجامع ويعمل زوبعة وأروى أحمد في المسند وهؤلاء يتعانون في شيوخنا وهؤلاء بدل ده تعال تناقشني في الكلام ده. نحن عندنا دي ثوابت. ما يستقيم إيمانك إلا بعداوة المشركين. الكلام ده صح ولا غلط؟ صح. بالغراء بيناتنا. ربنا قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين مع مالوا عملوا شنو؟ إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. أها بلغتنا نحن لغات حبوباتنا هذا طرفنا منكم. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. والله أقول لهم الناس الداري ما يعدين ده قل لهم إلا تغير القرآن ده إلا تبقوا ذي جماعة ديلك. وقال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل. تعالوا بدلوا القرآن ده بس. إنت دار تحضر لك صوفي ماشيين إنت وصوفي كذي تتقالدوا وهو بيشعل خدر وإنت بعمة وماشيين سوا ونحن سوا وطالعين ونازلين ووحدة الصف غير لنا القرآن ده يا غير الصوفية. لكن كذي مبتدي إذا غير الصوفي الصوفي من فيك منك وإنه أوه يا ود حسونه تلحقنا وإنت بتدعو الله اتفقوا ذي كيف يا أخواني. ونحن كلنا سنيين صار السنة سنيين الأخوان المسلمين سنيين الصوفية كلنا سنيين. في صوفي بيقرا أبو بكر والعمر والعثمان أبدا صح بيناتنا خلافات بسيطة نقول في وطن حلة لكن نحن واحد ما بنقبل في الصوفية ولا بنقبل في الأخوان المسلمين وأخوان المسلمين الصوفية ما بقبل في أنصار السنة كل بيد واحدة من شنو؟ الشيعة. ما بيتفقوا عشان كده الدعوة ما سطوة إلا مفاصة طوة كده. إنت ذاتك هسه لو زول خاش الدين ده جديد ودار تعرف الحق وين تجي داخل تلقى شيخك اسماعيل عثمان الليلة متغدى مع الصايم ديما وبكرة الفطور مع الكباشي وبعد بكرة زيارة قال زيارة الأضحى الهد ده وزير كان جايبين منشيط عريض في الجريدة قال ليس لدينا مانع من زيارة الكباب والأضرحة. طيب ده بزور قبة وده بيمشي بيتعشى معاهم وده بيقول لك وحدة الصف ونحن سوا المسكينة زيه وزيك عارف الحق بيتين ومن البوري له مش هيبقى صوفي تبقى صوفي نجيض. دي الشغلة تلخبطت كده لأنهم فارقوا القرآن فارقوا كتاب الله سبحانه وتعالى وسووا لهم دعوة بتاعت مزاجات قالوا كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا لحد فتين ما نعمل وحدة الصف ها لحد ما تيجي تتغدوا معانا لحد ما تزورونا لحد ما تشيلوا معانا الفاتحة قال حتى تؤمنوا بالله وحده. إنت دار وحدة الصف بس وحدة الصف لا يدي ما عندنا أي مشكلة معك مش مع الصوفية طيب مشكلتنا في الشارع الأخضر ما عندنا مشكلة في الشارع الأخضر لكن إحنا دارين العقيدة في الأول لأنه الشارع الأخضر ده الآن شعار بتاع شرك. ده شعار بتاع شنو؟ شعار بتاع شرك. قبل لما الشيخ مزمل يتكلم هنا وقال محمد الأمين لا بس الشارع الأخضر في واحدين بينقنق وغادي بورا هناك أنا قاعد جنب الركيدة دي يقول لك والشارع الأخضر فيه شنو؟ الشارع الأخضر شعار
أسيت لو إلى لابي زيبك نجيك للهواء الكورة دي بتفهم بها كويس. أنت لو إلى لابي قح ودخلت المدرجات احنا شغالة بنعرفها زمان كنا مشجعين بتاع كورة ولاعبين وكل شيء. خش هناك مدرجات الهلال كورة تكون هلال مريخ مدرجات بتاعت الهلال كلها لبني بأبيض. خلي واحد يجي لابس شعار المريخ لابس أحمر بأصفر يخش هناك دف كلك من كرة وشفتها يجنوا بيفوق ليه؟ قول لهم لا يا اخوان انا في الاصل جوه جوه انا جوه هلالات. يقول لك هو هلالات بتلبس ازرق بتلبس احمر انت من رخاب بتنجلد لما تعرف حاجه. ليه؟ لانه ده شعار. العلماء قالوا كما قال ابن تيميه رحمه الله تعالى قال ولا يجوز قال اذا كان الامر مستحبا وصار شعارا لاهل البدع قال الواجب ان يترك. لو كان مستحب خليت بالك يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم احيانا كان بيطيل شعره. نحن ما اعرف السودانيين بتجي فينا ولا ما بتجي المهم غايته بيطيل شعره بيكون نازل بياي الى شحمه الاذن ويلبس العمامه. الشكل ده الان اللي بيعملوا منه التكفيرين. وان كان في اصله ما في مشكله يعني في اصله ما في مشكله لكن هل لا لا انا بعمل حاجه زي دي ما بعملها. ولو لقيت لك دول عامل زي ده بسيبه الظن ولا لا؟ حسيبه الظن بقول ده تكفيري.